وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة عليا لإحياء مسار آل البيت وربط المناطق الواقعة به وإعادة تأهيلها، وخلال اجتماع بالدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة. شدد مدبولي على أهمية الحفاظ على منطقة جنوب القاهرة التاريخية في ظل ما تتفرد به من مبان أثرية وتراثية تزخر بها، وكذا التغلب على التحديات التي تعاني منها، بالإضافة إلى تسهيل حركة المرور في القاهرة.